السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول لو انا خارج 2020 وبشتغل ريموت من اولى عمارة وكل شغلي معتمد عليه في مستوى كويس فيه وحابب اشتغل بيه في شركة، المفروض اسم منصبي هيكون ايه؟ هيكون مهندس معماري. بسيطة خالص، يعني انت هتشتغل ايه؟ ما انت مش خريج بيم، هو انت خريج عمارة فهتشتغل مهندس معماري. في بعض المصطلحات كده ما تفرقش المصطلحات، المهم انت لما تيجي تعمل انترفيو ايه اللي بتعرف تعمله؟ ايه القيمة المضافة اللي هتضيفها للشركة؟ اد فاليو. فدي اللي انت تركز عليها، طور مهاراتك، سيبك من اسامي المناصب. ومما زهدني في ارض اندلسي اسماء معتصم ومعتصدي، اسماء مملكة في غير مملكة في غير موقعها، كالهرو يحكي انتفاخا صولة الاسد. مش مهم، انت المهم ان انت بتعرف تشتغل مهندس معماري، خلاص تشتغل مهندس معماري. لو انت بقيت مسؤول عن الكوردينيشن خلاص بقيت كوردينيشن، بقيت انت مسؤول عن المانجمنت يبقى خلاص بمانجر. وما تفرقش، ممكن في الشركه يقول لك لا احنا عندنا واحد بس هو اللي بيعمل الاثنين، هو اللي بيعمل الكوردينيشن واللي بيعمل المانجمنت، ممكن تسميه اي حاجه، ممكن تسميه بيم هيرو. بس بالنسبه لك انت مهندس انشائي تبقى مهندس انشائي، ما فيش حاجه اسمها اتعلمت تابس هبقى مهندس تابس هبقى مهندس، لا خلاص البيم بقى اساسي لكل المهندسين. فخلاص مهندس معماري، مهندس انشائي، مهندس ميكانيكا، مهندس كهرباء، وخلاص هو ده اللي مطلوب في السوق.